اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونرحب بالناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع الاستاذ عصام شلتوت. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ. اهلا بحضرتك يا استاذ جندي، منور. سعداء بنورك وسعداء بوجودك معنا. ربنا يخلي حضرتك. من اين تريد ان تبدا الحديث عن كاس الامم الافريقيه؟ خلينا نسمع رايك في البدايه في الافتتاح. لا يعني افتتاح مبهر جدا، افتتاح سنظل يعني نتحدث عنه كثيرا، افتتاح سبب لمصر كل ما يمكن أن يكون فخر لأجيال قادمة، افتتاح هيخلي إن شاء الله في مناسبات أخرى عديدة مصر مؤهلة ليها، هيصعب قوي على الأفكار على الشباب العظيم والمسؤولين الأعظم، لأنهم يعني بين تنصيص إدوا العيش لخبازه، إزاي ممكن يعملوا النقلة اللي بعد دي؟ لأنه ما تم خلال هذا الافتتاح هو يعني النموذج الأحدث، هو الموديل الأفخم، وبالتالي أحدث تكنولوجي، أفضل ما يمكن أن يكون من تركيب العقل المصري بوجدان أفريقي على أرض الفراعنة، لكنه استشرق بالمستقبل لما أنت تستخدم ما بعد الفوركي كمان. وبالتالي أعتقد أنه زي ما قلت لحضرتك يكفي فخرا لهذا الوطن أنه السيد إنفنتينو يؤكد أنه الافتتاح الأعظم مما رأى، ومن ثم أكد على ما قلته الأولى لما شاهد حفل القرعة وقال أنه ده حفل القرعة النموذج بما في كأس العالم. صحيح ما قالش أني واحد، لكنه يقصد آخر كأس عالم بروسيا، رغم هذه يعني الجهود التي بذلتها الدولة الصديقة روسيا، لكن الرئيس أعطى ما يمكن أن يكون عنوان واضح، مصر عندما تنظم يجب أن تأتي بالأفضل على الرحب والسعة لقارتها وضيوفها من العالم أجمع. هل شكل ونجاح الافتتاح بهذا القدر يا أستاذ عصام، هل حضرتك شايف أنه رفع سقف الطموحات عند المصريين وثقتهم في قدراتنا على أحداث عالمية وأحداث أكبر كروية؟ مؤكد أنت مؤهل الآن الطريق إلى، مش بس مؤهل يعني استقطاب بطولة، المصريين فعلوها في دورة الألعاب الأفريقية في 91 يعني بأولمبيك جيمز لقارة عظيمة زي القارة الأفريقية، فعلوها كثيرا في سبعينات القرن الماضي بافتتاح كان مبهر وقتها في أمم أفريقيا في العام 1974 زي ما قلت لحضرتك من القرن الماضي، و2006 و86. وبالتالي أنت الآن سقف طموحك يذهب نحو أن تكون دائما ضمن المرشحين. حطها كده زي لما كان عندنا لاعبين محترفين على مدار أجيال، ولكن سحب محمد صلاح النموذج الكروي المصري خلفه ليكون في العشر الكبار دائمي الترشيح، دائمي الترشيح. وبالتالي مصر لم تعد وفقط مؤهلة لاستقطاب حدث عالمي فيما بعد القارية، ولكنها أيضا وضعت في قائمة إذا بحثوا عن بدائل عن 10 أسماء تنظم أحداث عالمية، مصر في القلب من هذه القائمة. ده كلام ما هواش يعني استدعاء لحماسة وطنية ولا حتى بدي بلدي حقها، لا، هذه هي الأرقام، هذه هي الاحترافية بوطنية. طيب، على مستوى متابعة حضرتك كناقد رياضي كبير وفي مجال عملك على مدار السنوات بتهتم كمان بمستوى التطوير والإنشاءات والبنية التحتية الرياضية في مصر، الكابتن محمد فضل وله طبعا كل التقدير هو فريق العمل القائم على إدارة البطولة قال إن احنا عملنا نقلة كبيرة جدا تمثل سنوات للأمام في أيام قليلة أو في أشهر قليلة جدا استعدادا لكأس الأمم. حضرتك شايف إزاي النقلة اللي حصلت على مستوى استاداتنا وملاعبنا؟ هي بالأرقام، يعني دع الأرقام تتحدث عنا، يعني وبالتالي ما يتم عمله في سنتين وست شهور وأيام رسميا، يعني عندما تسند البطولة لبلد ما اختصروا المصريين لأربع شهور ونص بينهم شهر رمضان المعظم بما هو معلوم عنه من روحانيات من تقليل لود العمل، وبالتالي قول أربع شهور اختصار لجهد زي ما قلت حضرتك سنتين وسبع شهور إلا أيام، لا دي عظمة المصريين، دي نقلة المصريين الذي يعرف عنهم أنهم عندما يريدوا يفعلوا، ولكن أكدوا بقى أنهم حاضرين في المواعيد الأصعب كمان. وبالتالي لدينا الآن أرينا القاهرة، اطلق على استاد القاهرة أرينا القاهرة
بملء فيك يا صديقي يعني، لأنه خلاص الموضوع انتهى شأنه. الموضوع الآن أن حجرات الملابس عالمية مش تشبه العالمية. الموضوع الآن أن أرضية استاد القاهرة هي نفس النسخة في الكوزموبوليتان وهي الأحدث في العالم. حضرتك عايز تقول للناس اللي مش هنا مش التطوير مدريد. هو اللي الناس شايفاه في التلفزيونات وعلى الشاشات بس، لا طبعا كل الكواليس وكل التفاصيل طبعًا. داخل الاستاد مستواها وصل للشكل ده، مستواها وصل للعالمية، ما هواش لا إضافة ولا نقصان، مستواها وصل. يعني التفتيش العالمي عندما يحضر هيلاقي أرينا برلين زي أرينا القاهرة زي ملعب السويس زي برج العرب زي الدفاع الجوي زي السلام. منظومة الدولة صديقي وزميلي العزيز عملت، والدولة وأنا أكدت مع حضرتك حتى عن الدوري أيام تحدثنا عن التأجيلات والمواعيد والاحتراف الكامل، الدولة مدت يدها نحو ملف أن الرياضة صناعة، صناعة بهجة من ناحية واستثمارات وكذا، استثمارات حقيقية بشركات وطنية. أنت ترى الآن الشركة الوطنية التي تفعل ما هو عالمي، عمال أدور لك على مصطلح يعني في السوادة في النشان، التي تقدم نموذج لحجز التذاكر تذكرتي. أنت تتحدث عن الفان آي دي في ثاني مرة يطبق بعد كأس العالم. أنت تتحدث عن خلاص قطع يد من يعني تسهل له نفسه أن يقرب جنب جيب المصريين بمشروع عظيم. سعيد بالقصة دي يا أستاذ عصام. أنا بقول لحضرتك أهو خلاص ما حدش هيمد إيده على جنيه زيادة في تذكرة. أنت لديك الآن ما هو حصري للمواطن المصري في تايم سبورتس وهي وطنية، وديك شايف نجوم العالم تستقطبهم ونجوم من حولنا من عرب من أفارقة من محترفين، نموذج مختلف تماما، نموذج يؤكد فعلا أن شركاتنا الوطنية، ومرحب طبعا بالتعاون مع مستثمرين أجانب، وبالتالي أنت فتحت لهم الكادر للحضور بسرعة عشان يستثمروا في صناعة الرياضة وفي القلب منها مصنع كرة القدم. وبالتالي وانت باصص ببساطة شديدة هذه النقلة تحتاج للاستكمال، مش الاستكمال عليها، لا، انها تفضل تدور بهذا الشكل وبالتالي نريدها محترفة. بمعنى هل سننقل التجربة، تجربة الفان اي دي والحجز، حجز التذاكر الكترونيا وكل التفاصيل الخاصة بالشغل الديجيتال، الشغل الرقمي اللي احنا عاملينه في مصر، الفاضل. هل ده هيستمر معانا في المسابقات؟ يا سيدي الفاضل، انتهى الامر، ملف الصناعة واصبح الان زي ما فتحت كل ملفات الاقتصاد والزراعة ومحاولات إصلاح التعليم المجتهدة جدا ومحاولات تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى من العام 2013، أظن كلنا وقعنا وثيقة أن نقلنا عنواننا بقى اسمه مصر الجديدة. وبالتالي أعتقد أن ملف الرياضة آن أوانه وفتح، وبالتالي الدولة لن تتدخل كما كان يحدث في السابق، تلعب هي كرة قدم فترفع اتحاد أو تضع اتحاد أو تطالب بكذا أو ماذا للأندية أو للمنتخبات، لا، هي الآن تطالب بالصناعة، أولا لأنها صناعة البهجة، وأولا مقرر لأنها أمن قومي، وأولا يعني متلت اللي هو تريبل، يعني لأنه ده هو حال لعبة تحول البهجة إلى زي ما قلت حضرتك استثمار، وتنشأ على يعني شاطئي نهرها الكثير من فرص العمل والكثير من الاستثمارات. يكفي الصورة التي تبث، يكفي أن سيارات البث الأحدث عندما يتم يعني استخدامها إلى مصر تخرج من المواني على الملاعب مش بس على المخازن ثم يعد توزيعها، وده يدي لك المدلول أن الدولة طلبت أن كل شيء يكون ممنهج، أن كل شيء يكون محترف ومحترم، وأن الشعب المصري الشعب المصري هو ما يجب أن يتعامل VIP، يعني كل دول VIP، لم يعد VIP دي مجرد تذكرة أو دعوة، أصبحت VIP عمومية أو لعموم المصريين. معلش، بعض الناس اللي بتتابع حضرتك دلوقتي قد بيفكروا بالطريقة اللي أنا هسألها دلوقتي، يقولوا يا أستاذ عصام طب المنطق بيقول الشغل اللي احنا عاملينه ده كله وهذا الإنفاق وهذا الشكل الرائع المتحضر والعالمي اللي زي ما حضرتك قلت بمعايير عالمية، ألا يحتاج بقى إن احنا نعيد الرؤية والاستراتيجية الرياضية في فكرة تطبيق دوري المحترفين، وان في لجنه او رابطه للمحترفين؟ هو ده اللي بقوله لحضرتك، شغل الاحترافي في تنظيم البطولات المحليه. يعني الدوله طلبت، ما هي الدوله مش طلبت لمساحه صغيره الا وهي بطوله الامم، هي طلبت لنموذج صناعه الرياضه وفي القلب منها مصنع كره القدم، لانه يستطيع انه يدي كل المصانع دي رؤيه ونفس. لكن
المؤكد أننا لن نرى متطوعين بعد كده، مش الفالنتير والشباب، لا لا لا، ده دول اللي استثمرنا فيهم من استثماراتنا، ودول اللي خرج من بينهم اللي عمل التميمة وعمل وعمل، ودول اللي بننتظرهم في المستقبل. لكن الآن هو وقت المحترفين، إنه البورد ده يقعد عليه ناس اسمهم رابطة ياخدوا فلوس، عشان ما يجيش آخر السنة يقولك أنا راجل متطوع ما تتكلمش معايا، لو سمعت أنا بقى بقطع من قوتي وقوت عيالي. لا يا عم، روح لقوتك وقوت عيالك، احنا عايزين واحد قوته وقوت عياله من تطوير الصناعة دي، وجعل الدوري المصري في أول موسم بأربعة لخمسة مليار جنيه، ويعني حاسبني على الكلام ده، إذا ضبط أداؤه، إذا احترف أداؤه الإداري، ألا أتحدث عن الفنيات، الفنيات إحنا لدينا جبال ومناجم المواهب يا سيد الفاضل، لكن نسيء استخدامها. الآن هو أوان باقي النسخة، وأنا قلت برضو مع حضرتك إن إحنا محتاجين نسخة يتم تعريبها، مش محتاجين مؤلفين مصريين، محتاجين اقتباس، اللي هو دوري شبه أي دوري بس النسخة تترجم عربي، مدارس زي اللي بتعملها كبريات الأندية في قلب القارة السمراء بس تتعرب، وكذا مواضيع، مش بقى أبو شلاطة وأبو الركة بيعملوا أكاديميات. طب أنا هرجع لحضرتك، حلم الأسرة المصرية. بعتذر على المقاطعة بس لابد أن نتوقف الآن مع فاصل قصير، وبعد الفاصل هرجع لحضرتك نجاوب ما هي الفترة الزمنية اللي بيتوقع خلالها الأستاذ عصام شلتوت أن يتم تطبيق هذه المؤشرات الاحترافية الرائعة على مستوى المسابقات المحلية. الإجابة بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، ونجدد الترحيب بالناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. استاذ عصام شلتوت، قبل الفاصل حضرتك كنت بتقول انا اتوقع وقلت حسبوني على الكلام ده، ان كل ده هينتقل، كل معايير الاداره الاحترافيه للدوري المشابهه للدوريات الاوروبيه الاكثر نجاحا في العالم هتنتقل ان شاء الله لمصر. الناس اكيد تتمنى تعرف دخلها لقد ايه ان شاء الله. ده طبيعي جدا، ما فيش فواصل زمنيه، انت داخل على موسم جديد يجب ان يتم فيه تجريب اللي وصلنا له، ولا هنجربه امتى؟ مش هنعمل ستوب موسم كمان، لانه الطبيعي جدا انه اللي قلته لحضرتك عن وصول منشاتنا وفكرنا للعالميه في النص، طبعا اثناء العمل والتجريب وكذا هناك ما يمكن تعديله وتطويره، يعني بعض الاخطاء المسموح بيها طبيعي جدا، او بعض النواقص طبيعي جدا، وبالتالي انت بقى هتروح لامم الملف وتدي العلامات كلها، وغالبا كلها صح 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 الا مثلا نمره، وبالتالي هتستكمل النمر دي وتبدا تدور موسمك القادم بنسبة 90% على الأقل من اللي انت وصلت له في أمم أفريقيا، ولا إيه الفايدة؟ يعني هناخد ده نخزنه، يعني ملف النجاح ده ناخده ونقول مؤجل، ناخده ونقول للناس قدامها فرصة، يعني الهاوي يروح يعمل يطلع بطاقة محترفة؟ لا. يعني طب وجود لجنة لإدارة الدوري بتمثل رابطة أندية المحترفين في الدوري الممتاز المصري، ده ممكن خلال قد إيه؟ يفترض ان الانديه تطالب، هو انا وحضرتك اللي هنطالب لها؟ الوقت الانديه دي عايزه تكسب ولا لا؟ اكيد. الجمعيات العموميه دي عاوزه الافضل ولا لا؟ عايزه تنفق على كره القدم، ثم كره القدم يبقى ليها انكم ولا لا؟ اكيد. وبالتالي يعني لابد من احترافيه كامله، والا محدش هيستحملك ومحدش هينفق عليك من غير مدخول، عشان كده بنقول الاستثمار الحقيقي هو صناعة ينتج عنها منتج للبيع، للتسويق، سميه زي ما تسميه، مش بس للتشويق، لا للتسويق، وبالتالي هي منظومة محترفة، هي منظومة من لا يستطيع أن يدر لها أرباح عليه أن يبتعد فورا ويترك مكانه ويخلي مكانه للأنجح، للأفضل، للأكفأ. ويعني الموضوع مش ممكن تقول عليه بسيطة ما تستبسطهاش، لكن ما تقولش عليه انه صعب، ما تقولش عليه انه مستحيل. احنا مش هنقدر نتحمل تاني فكرة هذا المتطوع، حتى لو حسنت النوايا، لانه في الاخر احيانا الطريق للجحيم مفروش بالنوايا الحسنة. صحيح. يعني ده كلام لوجيك جدا جدا جدا. يعني حضرتك بتقول انه مش ممكن الامور في مصر تستمر في ادارة الرياضة بشكل الهواة اللي هي مستحيل الشكل القائم مستحيل، لابد من مزيد من العمل الاحترافي، لابد من
من شركات امن، بس برضو نرجع تاني للمسجل يعني وموقعين عليه، من فكره انه بقى المره اللي جايه او الشهور القادمه نلاقي الشركات دي مصوره لنا كروهات من عندها، مجموعات يعني من عندها، وهي بتشوف تنظيم ماتش في اوروبا، وهي بتشوف تنظيم ماتش في الدوري الايطالي، وهي بتشوف تصوير ماتش في الدوري في امريكا اللاتينيه، لان عندهم برضو جماهير مهووسه برضو قريبه مننا، مهووسه كرويا يعني. وبالتالي لابد ان انت تتابع الدنيا حواليك ماشيه ازاي وبيتعاملوا مع التجارب دي. احنا جبنا الفان اي دي ده منين، وجبنا تذكرتي منين، وليه مدت الدوله ايدها ومنعت سرقه المصريين بالحصري الذي لا يعرف الا في منطقتنا. انا بقولها لحضرتك اهو، الشبكات اللي بيعات الفساد في الاتحادات القاريه والدوليه بتبيع لها، اوعى حضرتك تسمح لمشاهدينك ومتابعينك انهم يصدقوا ان البيعه دي تمشي في اوروبا. لا، البيعه دي ناحيه المناطق اللي زينا التي لا يدافع عنها احد. لكن افتكر كده الدوله المصريه عملت ايه في مواجهتها مع عيسى حياته، رفعت للمحكمه الاقتصاديه. لكن الموضوع محتاج بقى محاكم عابره للقارات زي ما بيقولوا. ليه؟ لانه مفيش حاجه اسمها كده. انت تقدر تشتري حقوق، تشتري حقوق انك تاخد النجم بعد الماتش، تقعد معاه على جنب يقول كلمتين، تجيب عليهم اعلانين، لكن التسعين دقيقه وما حول المباراه خلال مشاهدتها ده حق للمواطن. ممكن يكون في زي ما اشترت الناس الاريا اللي هي زي ضريبه التلفزيون معمول بيها في كل العالم على فكره، ضريبه التلفزيون دي بس ايه، جنيهات معدوده مش ارقام. وبعدين احنا لازم نتعلم يعني او نغرس في انفسنا واولادنا ثقافه الامتناع. انت النهارده اللي مع شبكه كل بطوله تيجي يقول له هات فلوس، جيبت ماني يا عزيزي، عارف الافلام بتاعت القرنص، يا جورج جيبت ماني يا عزيزي. لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان الدوله قررت، واجمل ما في القرار هو الاتيان باهل الخبره. إذا طلعوا أهل ثقة على الرحب والسعة. طيب احنا لكن أين دور الاتحادات الدولية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الدولي، أين دورك أنت؟ الاتحادات الرياضية العالمية، لو الاتحادات دي مش ملايكة، أين دورك أنت؟ هو ده الدور اللي مصر لعبته في مواجهة الفساد، وساندت أجهزة الدولة خلق جيل أو كادر جديد اسمه أحمد، واتحاد يعني بداية إخلاؤه من الفساد. هكذا فعلت ايضا عضوات جمعيه عموميه في الفيفا لما اطاحت ببلاتر، والان بلاتيني يحاكم في اوروبا. ومن ثم انت تحتاج لفتح الكادر علشان نقدر نحاسب ونتحاسب. لكن تاني نرجع اسرى لتجار الفساد والسواد، هم اللي بياخدوا وش يعني الصينيه، مش هقول الكريمه لان مش كل الشعب ياكل كريمه، خلينا نقول صينيه، واخد بالك؟ ده مستحيل الصمت عليه والصبر عليه. ثم انا يا سيدي عاوزك ليه؟ وبعدين لو انا عاوزك، عليك ان تختار تشتغل في الكوره ولا في الاعلام ولا تاجر شنطه ولا صاحب بيزنس ولا ايه بالظبط. كل حد يبقى عنده تخصص واحد، ما دون ذلك اتفضل بقى حضرتك والجند الصغير والجند الكبير اعملوا الجند جروب بتاعتكم انتوا، خلاص فاميلي بيزنس، ده موضوع تاني بعيدا عن اي مال عام في الرياضه فينا. طبعا طبعا. طيب احنا هننتقل من الكلام اللي قلناه عن شكل التنظيم والافتتاح الرائع بشهادات واشادات محليه ودوليه لتصريحات رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال في تصريحات تلفزيونيه بعد مباراه الافتتاح، البطولة وتنظيمها سواء الإجراءات الأمنية أو طريقة حجز التذاكر كانت أكثر من رائعة، وعلينا أن نحافظ على ذلك، وهي فرصة لنا لحضور الجمهور والاستمتاع باللعب في الدوري والمسابقات المحلية. وأضاف، أعتقد بعد ما شاهدته في مباراة الافتتاح ستكون فرصة كبيرة لاستمرار الجماهير في المدرجات وبطولات الدوري والكأس المحلي. دي تصريحات لرئيس الجمهورية شخصيا، قمة القيادة السياسية في الدولة، بتقول أو بتعبر عن موقف الدولة بشكل عام أنه هناك اتجاه زي ما حضرتك قلت الاستمرار بقى ولملء الاستادات في مصر بالجماهير في الفترة. ما هو ده اللي بقول حضرتك، عندما تحدث الرئيس هذه اللغة هذا يعني أنه جلس مع الحكومة المصرية كل في مكانه، وأطلق صيحة ادي العيش لخبازه، ومن ثم تراقب الدولة، وبمعنى أدق أهل الاختصاص موجودين، ادوني بقى تقارير كدولة عن الاحتراف، ادوني تقارير عن صناعة كرة القدم دي، كيف يمكن أن تظل الاقتصاد المصري، ادوني تقارير عن صناعة البهجة للشعب أولا، ثانيا لحجم سياحة تعوض غياب السياحة العامة بفعل بعض خفافيش الظلام، واللي قريبا أكيد يعني ريشهم بيتكسر خلاص يعني. وبالتالي زي ما بقول لحضرتك
أجمل ما في الموضوع أنها قرارات مدروسة، ولم يعد من بين إطلاق هذه القرارات أن الدولة ستنفذ الجزء الفني، لكنها ستراقب بالمعنى الواضح كما يحدث في كل العالم. هيبقى غير مسموح زي ما قلت لك بالفساد والإفساد. يعني هنا هل حضرتك بتؤكد أن الدولة تريد أن ولديها الإرادة لتحقيق هذا التحول، أن الرياضة في مصر وكرة القدم والرياضة بشكل عام تتحول إلى نشاط رابح وليس نشاط خاسر؟ طبعا، ما عدا الرياضة الأهلية اللي هي الرياضة للجميع، وهذا يعمل عليه، وديك شايف في كل مكان في ممشى ومراكز شباب مفتوحة وكذا. لكن لم يعد كلام على مستوى قطاع البطولة، ده اللي بقوله حضرتك، لم يعد بالإمكان أبدا أن تتحدث عن فكرة يعني نشحت على الكرة وكأن الكرة دي شيء عاجز، يعني جات له جلطة. لا، ده هو كده اللي فاضل لهم جلطة ويطلعوا برا، بمعنى انه دي لو لم تعطي الاقتصاد حقه، كرة القدم الصناعة دي من عملة صعبة، من تصدير سلعة اسمها لاعب الكرة او منتج اسمه لاعب الكرة للخارج، ومن ثم دوري هو الاهم في قارتين جنب بعض، افريقيا واسيا، ولا العجب مصر مشاركة في القارتين بارضها وجغرافيتها، ومن ثم ايضا اول رقم ممكن تفاوضني فيه عن الدوري المصري من غير ما يقول لك حد هيتفرج عليه حصري، مش صحيح، طلعت كذبه. كل دوريات العالم بما فيهم الدوري الانجليزي يرى المشاهد الانجليزي في ثلاث قنوات بيتوتي. انت بقى عايز تشتريه على جنب يا ناصح، روح اشتريه بقى وهات بيكن باور وعلي باور ومحمود باور واعمل بيهم استوديو، فتديهم فلوس مقابل حاجات خاصه بيك، لكن لا تحتكر المنتج على الاطلاق. لا يجوز يا سيدي، ولا ده من دواعي المكسب كذاب اللي يقول لك اصل لما بيدونا الفلوس دي نصرف على الكوره. مش صحيح، الكوره تصرف على نفسها، الكوره منتجاتها كثيره جدا، بدل من الاعلان للسوفونيرز للتسويق للمسابقات لل يا خبر ابيض، ده كنوز الارض يا اخي. الكره هي مصباح علاء الدين لمن يريد احتراف. يعني هل بنتوقع من كلامك يا استاذ عصام، حضرتك بتقول ان احنا مقبلين على نوع من الصراعات هتزداد حدته على المستوى الدولي من اجل الحفاظ على حقوق المشاهد العادي دون ان يدفع مبالغ ماليه في متابعه المباريات عالميا؟ مؤكد. اللهم الا زي ما قلت لك، ما يسمى في الغرب بضريبه التلفزيون، ما يسمى في، على فكره مصر في ستينات القرن الماضي كان في ضريبه التلفزيون، ده اعتقد كان اللي بيشتري جهاز بيدفع 2 جنيه حاجه كده، انا فاكر نقلا عن جدودنا يعني. وبالتالي انت تعود الان مع مصر الجديده زي ما وقعنا العقد كده في 2013 جميعا على وثيقه واحده، انت تعود لتحديث الدوله المصريه، انت تعود للفيرجن الجديد للدوله المصريه، واخد بالك؟ هنا هو الكلام المباح. ليه؟ لانه خلاص ما عادش ينفع تدخل حد في ايدك ببلاش. ببلاش ليه حضرتك؟ ببلاش ليه؟ انا دي برضو مش مفهومه يعني. لا ببلاش ولا احتكار، يعني حضرتك بتقول يبقى في اكتر من مصدر بيمتلك تقديم الخدمه، يبقى في منافسه منهم لصالح المشترك. طبعاً ولا هي الخدمه ببلاش مفترض انها تقدم بدون اي مقابل لانها لها تكلفه. بس خير الامور الوسط، يبقى في توازن واكثر من متنافس في عرض الخدمه وتقديمها اعلاميا. يبقى في تنافس ليه؟ علشان انت تدرس السوق فتعرف ان زبونك ما يقدرش يدفع الا 100 جنيه في التذكره، فتعملها ب 100 جنيه، انت كسبان وهو دافع. لكن حضرتك بتقول يبقى في توجه عام دولي ضد الاحتكار، ده اللي هو القاري للخدمه الرياضيه. خلاص، ده ما هو الاحتكار. لكن الان الملف الاهم هو ان تعمل مصنع او مصانع الرياضه، وفي القلب منها مصنع كره القدم، كما تعمل كبريات المصانع، من غير كلام، زيك زيه. هو كلام كلنا، كل مشاهد بيسمع حضرتك دلوقتي وكل مواطن مصري هيسعده سعي الدولة انها توفر نوع من العدالة اكثر لصاحب القدرات المالية وللقدرات المحدودة وللغني والفقير بشكل سواء، انه يبقى عنده الحد الادنى من الخدمة المطلوبة اعلاميا. بس عشان نقدر نحقق ده دوليا يا استاذ عصام، اعتقد انه هنحتاج ان العالم يلتفت لده معانا، الاتحادات الدولية تتحرك لوحدنا مش هنقدر نحقق ده. الاتحادات الدولية دي عشان تتحرك ابسطها، ان هي اللي بتوقع الاتفاقيات لجمهور حضرتك العظيم. الاتحاد الدولي لو قرر يبيع كاس العالم واحنا عرفنا ان احنا وتونس وليبيا والجيزه وكوبري عبود مش هنتفرج، كلنا نروح نقول لهم احنا مش هنخش الاتحاد الدولي؟ هيقولوا لا، لانه انا متاكد انه طالما لا نطالب او لا نعارض بيعات الفساد دي محدش هيسمع لنا. هيسمع لك ليه؟ ما انت ما اشتكتش. بس حضرتك بتقول ده مواجهته عايزه مواقف، لازم مواقف، والاهم ان تكون جماعيه زي ما مصر عملت في ملف
هاي القضية، لكنها قضية تحتاج بعد المحاكم المصرية يعني أو بيسموها المحاكم داخل أراضينا يعني إلى الانتقال للمرحلة الدولية. أعتقد أن المملكة العربية السعودية دخلت الصراع ده ناحيتهم هناك بشركة، وأظن أنها كسبت جولة في التقاضي الدولي أيضا، ومن ثم لا الموضوع ما عنديش طبعا عارف الصراع اللي يدور زي ما حضرتك قلت في هذه المنطقه، ولكن ليست لدي معلومات محدده عن موقفهم قضائيا مع بعض. ما عنديش المعلومات النهائيه، لكن ان في صراع قائم حتى قضائيا، ان الصراع قائم وان هناك يعني بصيص من امل هتعلق. هنا حضرتك بتتكلم عن مواقف ضروريه لمواجهه الطوفان بالمليارات وتوقيعات وعقود مغريه جدا بالمليارات دوليا عشان تغيير الوضع القائم ده طبعًا. دوليا عايز تحرك دولي بالزبط. عايز زي ما حضرتك قلت تعاون دول عربيه وافريقيه بالظبط يعني، وعايز بقى تجرب على الارض مشروعك زي تايم سبورتس كده. ما هو مالك في ايه؟ صحيح قد يكون هناك بعض الارهاق، قد يكون هناك يعني لانه الناس عايزه فجاه كلهم عايزين نفس الجهاز، ممكن انت رحت وانا رحت وده حقيقي، انا ما بنقولش الدنيا بيس، لكن ما هكذا التعديلات، هكذا الانتقال، انه تدريجيا خطوه بخطوه. الامور اسكندريه بتقطع مشوار، المشوار ده برضو فيه مطب وفيه اسفلت مكسر وفيه تركن شويه وفيه العربيه كانت عايزه تروح التوكيل. حضرتك بتقول حتى لو في اخطاء دي امور طبيعيه في تجربه وليده عرفنا أو بقى ايه هي التجربة. عرفنا ايه هي ستعدل، عرفنا ايه هي خلاص، وعرفنا زمن اصلاحها. تخيل بقى عرفنا ايه هي وعرفنا زمن اصلاحها، عشان برضو الناس تقول لك انتوا مش حاسين. يا عم لا حاسين والله، كل في مكانه ومجاله. مش بنقول ان كل شيء مثالي ولا كل حاجه الامتناع يا استاذ محمد، لابد ان نجرب ثقافه الامتناع. صدقني هذه الشبكه الحمقاء اللي بتفقد زباينها اللي كانوا ساكتين وساكتين ومتنالين على عينهم بالبلدي كده، ها تخيل لما يجي كوبا امريكا او افريقيا يقول لك عايز فلوس اضافيه، تخيل لو ما اديتلوش. هي امر غريب بصراحه يعني، بصراحه يعني هي قطاع خاص بنتكلم عنه، امر لا يعني بشكل مباشر. لا انا بكلمك عموما، انا بتعجب ان اي شخص في العالم يقول للمستهلك وقت اقتراب الفتره الخاصه بتقديم الخدمه نفسها اضيف على التعاقد اللي بيني وبينك. امر غريب جدا، انا متعاقد اساسا. ثقافه الامتناع في كل العالم، المصريين اخرجوا واحده من كبريات السلاسل التجاريه لانها اخطات خطا، خرجوها بليل وخلوها تنهي اعمالها، ولا حد عشان حدف طوبه ولا احزنون مش هنشتري من عندكم يا عم، مش جايين عندكم. حضرتك كلامك منطقي بشكل عام، لاني لا اتطرق لشبكه بعينها او غيره، لان دي امور كل واحد هيقول ده حقنا احنا وعملائنا ومشتركين. احنا بنتكلم عن العداله، انا بكلم في التعاقد، انا بكلم شعبي اللي انا منه هو مني، واللي والله العظيم كده بالبلد اهو، وانا الحمد لله قريب من الناس في كل حته والحمد لله، وده شيء بيسعدني جدا. انا اول واحد اروح يا عم معاهم في ثقافة الامتناع دي، لكن برضه ثقافة الامتناع ما ينفعش واحد لوحده، عشان ما التاني ما يطلعلكش لسانه يعني انه انتصر عليك، لا جرب كده. لا وده احنا بنقول ولا دولة لوحدها يا اخي، جرب. احنا محتاجين يبقى تنسيق عربي افريقي على مستوى المواطن، لا على مستوى الدول. مصر دي قرارها واضح من 2013، حق المواطن لن يهدر، حق المواطن لن يهدر. وبالتالي بقى تعال على ثقافتي وثقافتك، احنا لو واجهنا ده مع واحد بيبيع شاي هينزل ثمن الشاي، مش هنهزر اصلا، ما هو مش هيبيع شاي يا عم. وانا عشان كده بنقول توسيع تجربه الموقف الحاسم او المواجهه من كذا كذا مستهلك. نتكلم عن ملايين المستهلكين في عدد من الدول نسقت ان كده مفيش عداله في المستوى المادي او التغطيه الماليه المطلوبه لتقديم الخدمه، هيبقى في رد فعل طبعا، مش جمهور بلد واحده او طبعاً. جمهور من مجتمع ولو واحدة. لا بص، مصر اعلى حسبة أكيد بالأرقام جماهيرية مع كل صحيح. الشركات لا في المشتركين، في عدد المشتركين الأعلى بأربع أضعاف وشوية بالأرقام، بأربع أضعاف من أعلى اشتراكات. مصر أعلى بأربع أضعاف وشوية. حضرتك تقصد مقارنة بأي بلد آخر في حجم الاشتراكات، أي سوق آخر، فأعلى سوق آخر أقل مننا، يصل إلى الربع تقريبا في حجم المشتركين. بالزبط. طبعا احنا بنمثل ثقل دايما، لأن احنا بنتكلم في أعداد ما يزيد عن 100 مليون، بس إزاي يحصل برق دولي لأن مواجهة الأرقام وزي ما حضرتك قلت ده موضوع وده موضوع دولية. إلى أن يتم التنسيق الدولي لمواجهة التعاقدات الدولية الفاسدة والقارية الفاسدة. أنا بقدم حلول بديلة، أنا بتكلم بقى على المتعاقد وبيدفع تاني، ده حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. يلا هذا شأنه، خلينا احنا نقول ان الدولة بتدور على بدائل متاحة وجيدة الى حين الوصول لعمل الدولة بقى قدمت. يلا بقى انت قدم لنفسك بقى، انت كمان امتنع.
طيب انا هنتقل من القصه الخاصه بالتعاقدات عالميا والمنظومه دي والاحتكار وكل المشاكل الخاصه باحتكار تقديم الخدمه الرياضيه واليات مواجهتها، وده كلام مهم حضرتك تطرقت له، للجانب الفني الخاص بكاس الامم الافريقيه. حضرتك شايف ازاي مستوى منتخبنا فنيا في الافتتاح؟ بعد ما تشكر ونتكلم بتفاصيل اكتر، وما شاء الله طبعا الاستوديو هنا فيه محللين يعني من اهل الاختصاص زي ما قلنا، لكن باعتبارنا نصلح للوجود يعني برضو حول اهل الاختصاص بنسبه كاعلاميين وصحفيين. لا بالكتاب بيقول مستنين ماتش كمان، لانه المباريات اللي هي في الدورات المجمعه لا يخرج ابدا فريق بقوته كامله، اللهم الا لو كان من غير المصنفين اللي هي بقى يبدا يظهر بقى مراحل الجهاد السوداء وكذا. انما القوات الكرويه العظمى، وحضرتك راجع حتى البطوله، نيجيريا لم تلعب افتتاح على هوا يعني مشجعي او محبي النصور، المغرب بتفوز في اللحظه الاخيره، مصر ايضا، شوف بقى عد الكبار يعني كوت ديفوار ربما يعني كانت هناك لمسه لكن برضه مش بحجم طموح من كان ينتظر كوت ديفوار بشكل مختلف. في اراء فنيه قالت وحضرتك تتفق ولا تختلف ان السنغال والجزائر هم المنتخبين اللي قدموا حتى الان ما يقترب من مستواهم المعروف عنهم في اول لقاء. بس شوف انت قلت ما يقترب، السنغال فازت بهدفين وعرض نوعا ما مرضي لجمهورها، مش احسن حاجه عن والجزائر ايضا مع مرور مباراه والاخرى تقدر تحط رايك او تفنش رايك النهائي يعني هي لازالت رتوش، وبالتالي علينا ان ننتظر مباراه ايضا للمنتخبات الكبرى وفي القلب منها طبعا منتخب مصر. عشان كده انا يعني وانا جاي لحضرتك على الهواء سمعتك بتقول عن تصريح، عندنا تصريحين عايز حضرتك تعلق عليهم. دكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب الوطني بيقول ان احمد حجازي جاهز بعد ما اتحمل على نفسه في المباراه الاولى وكلنا اشدنا موقفه، وان المنتخب الحمد لله رب العالمين يخلو من الاصابات وفريقنا جاهز بقوته الضربه، وانه تم استشفاء او شفاء وعلاج احمد حجازي تماما من الكسر في الانف. وفي تصريحات لمدير المنتخب كابتن ايهاب الهيطه بيقول انه وضع علينا ضغوط فوز منتخب اوغندا بهدفين او فوزه بهذه النتيجه في المباراه الاولى لاوغندا. نروح اولا لدكتور محمد ابو العلا وفكره حواره عن اكتمال الصفوف احمد حجازي ليه قال كده؟ لان دكتور محمد ابو العلا ده هو لا يجيد الحقيقه تسويق نفسه، لكنه واحد من نبهاء الطب الرياضي وبينتظره مستقبل كبير. ليه؟ الحداثه هي دي النسخه اللي الدوله المصريه قررت انها تبقى في الكوره اساسا، سواء الانظمه او الافراد، وبالتالي هو يتابع كل ما يحدث في العالم. عشان كده لان الانف بعد ان يكسر، ودي كانوا بيعملوها مع ابطال البوكس بحسب علمي يعني، يكسروا لك مناخيرك مبكرا عشان ما تجيش في ماتش وتاخد الخبطه فتفقدك توازنك للحظات، يكون الثاني هم دول لحظات الكافيه للنوك اوت يعني. وبالتالي اللي حاصل ايه بقى؟ اللي حاصل انه انت بعد ده على طول بتعمل ايه؟ بتروح للحداثه بدل ما تقعد تربط وتفكر وتجيب تلج. والمصريين برضو احنا بنجيد الحل البديل او بلان بي، لكن طالما في بلان ايه ما نشتغل عليه. وبالتالي محمد ابو العيله لدي النموذج الاحدث لضماده تشبه يعني ما بيقولوا الجبس، عملها لحجازي فانتهى الموضوع. مسألة سهلة، اعتماد الحداثة. واقي اعتقد انه بيخوض بيه المباريات بعد الإصابة عشان الواقي نفس المكان كمان من تكرار الإصابة. ونفسيا خاصة هي بتتكسر مرة واحدة، بقول لحضرتك بتوع البوكس بيكسروها له مبكرا عشان ما يبقاش خلاص بيتمرن فيها تاني، لا هي بتتكسر ولا بتتعبه، لكن هناك شيء نفسي مهم بيلعبوا عليه. ثانيا بتبقى لسه بس طريه زي ما بيقولوا يعني، فبيحط لها هذا الواقي العالمي. وبالتالي لولا ان دكتور محمد ابو العيله يتابع الحداثه ما وصل للاحدث. نروح لتصريحات ايهاب الهيطه، المهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب. كلام منطقي، بس احنا ما تعودناش، احنا تعودنا بلاش نقول الكلام ده دلوقتي، زي الواقع برضو بتاع الواتساب بتاع ورده، كل حد عايز يطلع عشان يقول لك بلاش نقول الكلام ده دلوقتي ومش وقته. مش حاجه اسمها مش وقته، واحنا مش شعب قاصر، احنا شعب بنفهم بكبرنا بشبابنا بصبياننا ببناتنا، لكن قول كلام مفيد. عشان كده هو طلع قال ما يحدث في المعسكر، لانه الخواجه قال للفرقه واللعيبه قالوا لبعضهم وايهاب لهيطه في وسطهم انه احنا مش صعبناها، بمعنى انه بقى في شيء صعب او بقى في يعني مشكله، مفيش مشكله لكن احنا مش الاول. ليه؟ في هدف لاوغندا، فهو بيدور على مباراه الكونغو وازاي يخرج بغله وافره من
الاهداف قبل المباراه الثالثه الحاسمه اللي هتبقى مع مين؟ واعتقد مع اوغندا، يعني مع اقوى منافس لينا في المجموعه. بالظبط في المجموعه فنية. لان وجودك اول تخليك تروح تلعب مع حد من التوالت، واخد بالك؟ يسهل خطوه في مشوار البطوله وبالتالي نفسها. لان ايهاب اللي هي الحقيقه برضه راجل ديسنت بيحترم نفسه، ما خدش في الشرح كامل لكن قال اللي حاصل. فعلا اللي هو تيجي تقول له ايه حاسم ما تقولش فرح قايل، قال لك لا فعلا ده حطت علينا ضغط، لكن اعتقد انه ضغط ايجابي. انا برضه هحط نفسي مكان المستمع اللي بيسمع الكابتن ايهاب الهيطابي، يقول حد هيسمع التصريح ده هيقول الراجل قال كلام موضوعي وفي مكانه وفي توقيته وكل شيء واحترافي جدا. ناس تانية هتسمع كلام تقول يا جماعه ضغوط ايه ده، احنا المفروض ان احنا المصريين شايفين ان احنا مجموعتنا مع خبرات منتخبنا اللي حضرتك تعلمه الى اخر هذه الامور والارض والجمهور ان احنا افضل كتير من باقي المنتخبات اللي معانا. انا وحضرتك ان احنا نطلع ازاي نضع الكلام في اطاره الصحيح ونشتغل شغل مترجمين ومحللين ونحط ازاي المصححين في تأويل الكلام بشكل هنا مش عارف ايه، ان احنا نوضح لكلا الطرفين ايه المقصود يعني. وبالتالي الراجل لما يقول كده يبقى هما يشعروا بضغط ايجابي، ضغط يفجر طاقات اكثر مما عايزين احسن حاجه في المباراه اللي جايه، لانه بلا شك حتى بدون هذا التصريح المؤكد انه كان حاصل الكلام مش عن حطينا نفسنا تحت ضغط، عن وجوب الفوز بغله وافره من الاهداف عشان تلتقي منافسك في المباراه الثالثه، لا تبقى منهك ولا مجهد ولا تتوتر ولا تتعصب، بل تدفع بنفسك كأول مجموعة لأن هذا هو الأهم في الجولة الأولى، وتروح بحسابات النقاط ولديك ثقة في نتيجتك وفي ترتيبك في المجموعة ولديك أهداف قبل مباراة أوغندا، ولديك أهداف لا تستطيع أوغندا أن تطولك عليها وقتها، ولو أن كرة القدم لم تعد تعرف إلا الجهد والالتزام، لكن دول مضمونين عند لعبتنا بغض النظر عما يحدث. البعثات المصرية شهادة لله هي الأفضل، هي الأروع، دائما تشعر بفخر حتى مع بعض الخروقات، لكنها في الآخر خروقات أنا بسميها من غير لازمة، يعني أزمة من غير لازمة. وساعات بنبالغ في التعامل مع الأمور دي، يعني زي ما حضرتك قلت اللي هيتكلم لكن اللي يتكلم في الموضوع أو عنده معلومة أو يقول حاجة ضخمة، لكن كمان اللي يعملها هو يستاهل أنه حط على نفسه الضبابية دي. لكن أنا الحقيقة عجبني في توقيت مش مناسب، إن أنا عجبني أنه برضو إن إحنا نقول للشاب النجم في نفس الوقت لا اصحى صحصح فوق، اعرف انت بتعمل كل وهو حاجه. وهو الخبر الاكيد في مكانها ولا لا اللي نشر عن موقف الجهاز الفني بقياده اجاري، تابعت خبر وتصريحات ايضا لاحد افراد الجهاز الفني والاداري للمنتخب انه قال يا جماعه ليست شائعات ولكن ببساطه المدير الفني اجاري كان حريص على الاجتماع مع اللاعبين وطلبهم جميعا دون ان يخص احد بالحديث او بالذكر، قال لهم ركزوا يا جماعه في البطوله في الماتشات اللي جايه، محتاجين نركز كلنا نشتغل عشان نكسب البطوله. في اشاره لايه بقى؟ ها عجبك كده فخلاص يعني. لا مش عاجبني وانا اول واحد اقوم اشيل الشيله وهقف على رجلي يعني ما فيش خروقات بالمعنى مفهوم. اللي يسبب لنا سواد ونكد وكذا بالظبط، ما فيش كارثه بالزبط. لكن يا جماعه محتاجين نركز كلنا عشان ننجح. والاجمل ان يجتمع كل النجوم وبينهم من اخطا علشان يؤكدوا انه كان ما كان، ويلا بينا نشوف شغلنا، خصوصا ان ده جاي مع توقيت تصريحات الجهاز الفني. حضرتك بتقول ان المباراه الجايه في مجموعتنا هي اهم مرحله بالظبط، هي الخطوه المهمه في شغلنا. ادينا نتفاهم يا اخوانا يعني نركز في بلاش نخلط الاوراق وبلاش فكره يعني أن نضع الايمان في وقت العمل وان نضع يعني شيء مقابل الشيء، الموضوع مش كده. طب هننتقل نقطه فنيه، لما بتروح طبعا اللي يقول لك المنتخب السجدين وان الكره دي ضاعت لانهم ما صلوش، مش معقول يعني. طب والناس التي في ديانات اخرى يعني كيف تفوز يا اخي على المسلمين؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي، ما حدش يزاد على علاقه العبد بربه يعني، او افصلوا بين الامور اتكلموا يعني، هذه امور دنيويه اللي بيجتهد فيها. يا سيدي الفاضل يا سيدي الفاضل، وبلا حرج وبلا حرج اذا كان هذا هو الشأن، رب العالمين كلمة الله العدل هو ميزان العدل، يعطي الناس على الأرض بحجم عملها واجتهادها حتى يحاسبها حساب العادل الواحد، وإلا لا يروح المنتخب السعودي يوميا للطواف في بيت الله الحرام ويهزم البرازيل. يا أخي مش معقول يعني، الناس بتخلط الأمور خلط يعني غير دقيق وغير صحيح.
خلينا نتكلم عن أمر فني آخر، في تصريحات لجارسيا المدرب العام لمنتخبنا الوطني الأول، بيقول قد تتم الاستعانة بنجمنا الكبير محمد صلاح كرأس حربة صريح في المباراة القادمة. لم يتطرق إلى الأسباب، ولكن قال أسباب عدم الدفع به في المركز ده في المباراة الأولى. قال جاي من موسم طويل جدا، موسم شاق جدا ومرهق، كان محتاج يعني ما نحملش عليه زيادة بدنيا في المباراة الأولى، وقد نلجأ للدفع به. حضرتك رأيك إيه؟ لو تم الدفع بصلاح كرأس حربة صريح، ما مش مكانه في ليفربول على فكرة، وشادو سترايكر خلينا استعيرها من كبار المحللين، شايف مكانه في المباراة الأولى أفضل احنا طبعا، لأنه أنت لو اتلعبت الطريقة، يعني خطة أجيري ليها طريقتين بيلعب بيهم، إما انه الجناحين طياره او الاثنين في نص الملعب اللي تريزيجيه والناحيه الثانيه صلاح، يبقى هم الجناحين الطياره. لو اتلعبت صح الصح واستفدنا من كل فرصه للتهديف من راس الحربه المسمى اللي هو بيبقى مروان، بيبقى احمد علي، بيبقى احمد حسن كوكا، هنجيب جوان من غير ما نحتاج انه صلاح كل زي الدومنا، كل ما نلاقي الورقه هنا نجيبها هنا. مش عشان يقولوا منتخب صلاح، ما البرازيل يا عم منتخب نيمار، والارجنتين منتخب ميسي، والبرتغال منتخب كريستيانو، مش عشان كده. حضرتك تقصد بالطريقه اللي احرزنا بيها هدف تريزيجيه في المباراه، عشان الاماكن تبقى موجوده، وبالتالي اذا احسن استغلال الطريقه دي مش تحتاج تغير موقف صلاح عن المكان الذي يلعب فيه دائما. يعني حضرتك شايف ان نجمنا محمد صلاح بيؤدي افضل اداء وهو في مركز الهاف رايت، الجناح اللي بيهاجم من ناحيه العالم كله شايفه المكان اللي هو بيلعب في ليفربول، في ليفربول يعني زي ما شفنا انتاج تريزيجيه في الناحيه اليسرى كجناح ايسر للمنتخب، كان في احسن حالاته. مش هننتج احنا انتاج مختلف، يعني ما حضرتك شايف ده مردوده فنيا افضل من مخلي صلاح راسه بدله وهي بتتلبس كده، فتقول لو لبستها كم وكم مش ملبوس يبقى تبقى اشيك. لا، ما هو مش مش ان تبدع في غير محله. يعني حضرتك شايف ان ده فنيا يكون له انعكاس على اداء منتخبنا افضل من لو اخترنا صلاح وخلناه لاعب جوه الصندوق؟ احلالك اكتر. اعتقد انه التصريح ده مجرد هواجس، يعني حتى لو نقل لزملاء اللي كتبوه فنقل ان الرجل يدرس، ان الرجل يفكر، ان ده من البدائل اللي بيفكر ربما فيه. ربما يكون ردا على سؤال الزميل، هو انتوا هتلعبوا براس حربه مين يا عم؟ ما هو مروان ما جابش وفلان ما جابش. هيقول له ما هو الراجل، يعني لو تابعتها يقول لك ما هو الراجل هيحاول يلعب بصلاح. واحد من انت قلتها الحلول، واحد من الحلول. عايز اعرف راي حضرتك ايه يا استاذ عصام في النجم اللي فعلا ضرب مثال في الاراده وعدم الاصابه بالاحباط، وانه كان خرج من حسابات المنتخب حتى انه اعلن اعتزاله الدولي في وقت من الاوقات، ورجع بقوه وفرض نفسه على الجميع اعلاميا وفنيا، الكل اجمع على اختياره في التوقيت ده وانه اضافه للمنتخب، نجمنا وليد سليمان. والله طبعا وليد بص حظى بتأييد كل الناس على ما قدمه من إخلاص، مش هقول لك فنيات، فهو كفء وهو الحاوي يعني، لكن في الآخر هو ضرب نموذج للمحترف. أنا كل شيء اسمح لي أن أقول محترف، حتى الحب فيه احتراف، أن تحترف معاني الحب والإخلاص والوفاء، كل دي معاني الحب، لو احترفتها تبقى راجل تحب أو تكون محبوب على أعلى درجات، حتى الحب الإلهي يا أخي، وبالتالي هتستوثق بالله وتؤدي فرائضك وكذا باحترافية في مواعيدها، وبالتالي وليد يقدم هذا النموذج أولا لاسمه وتاريخه الذي سيعيش عليه طويلا، وتظل كتب التاريخ فيها صفحة التاريخ الكروي باسم وليد سليمان، لكن هو أيضا يقدم ما تكافئه عليه السماء، ألا وهو إعطاء المثل الأعلى. دي بقى الحاجة الفكهة في الرياضة، أو في فكرة أن تلعب دور البطل، أنك تقدم نموذج للشباب والولاد والبنات، ده حق الوطن عليك. وليد عشان بس ما يقولوش بيقول عليه كلام كبير، لا، وليد قدم هذا النموذج لعدم الإحباط، لعدم الانكسار، ولتقديم نموذج أن القادر يقدم ما لديه دون ما انتظار إلا لل، لأنه ما أسهل إن كان لعيب في المرحلة دي عنده 32 33 34 سنة يقول أنا يا جماعة خلاص هكتفي، ما عندوش الحافز والمنتخب مش حاططني في حساباته وأنا نجم ويستطيع أن يدبر، وكان يكتفي بالنجاح اللي حققه مع الأهلي، هو سنة كان سنتين حتى لو خارج الحدود دخل في تحدي مع نفسه بالظبط، لكن أيوه لكنه خد بالأقوى بالأقوم، ألا وهو التحدي مع النفس، دي النجومية الكاملة، وده حافز للاعبين الأصغر يعني، ده النجم اللي تقول له 10 من 10. والحقيقه نجومنا كانوا على قدر المسؤوليه. عايز اعرف بشكل عام راي حضرتك على مستوى الاداء الجماعي والفردي في المباراه الاولى، اللي احنا مجمعين على ان منتخبنا بيبقى اداؤه تصاعدي في الدورات المجمعه، ما فيش حد تقدر تنقله لمرحله الجيد الا قليلا، يعني 2 3 لعيبه، وبالتالي تسميتهم من عدمه مش هتفرق لانه اتقالوا يعني، لكن انا بقول لك انه طالما ما فيش متخاذلين، ما فيش مقصرين،
يبقى الدنيا مش تايهه، لانه لاعبتنا اعرفهم جيدا اجيال بقى مش دول بس. انسى فكره الابتزال، انسى فكره الاهمال، انسى فكره انه يغيب عن وطنه. محترفين كسر في اوطان اخرى وما يزعلوش مننا، يعني ما بنسميش بلدان يعني، لا ممكن الفلوس تبقى حاجز، ممكن الزعل من المدير الفني يبقى حاجز لانه ما يجيش يلبس لون العلم. الا المصريين صراحه، جيل بعد جيل من ساعه ما الواحد حب اللعبه دي، مش هقول لك اشتغل على شاطئي نهرها يعني، وهو بيشوف النموذج ده الحقيقه منتهى الاخلاص. في اجابات سريعه جدا طالبها من حضرتك في وقت قليل متبقي من عمر هذا الحوار. مباراه الكونغو اصعب ولا اسهل علينا بالحسابات الفنيه من مباراه زيمبابوي؟ لا اصعب. اصعب طبعا. اللي سهلها انك ما تدخلهاش وعندك حسابات، تدخلها وانت على يقين ان في فارق مستوى لصالحك، لكن هذا الفارق يحتاج الى بذل جهد، جهد كبير في الملعب طبعا. مباراه اوغندا تتوقع انها تكون اصعب من المباراتين السابقتين عليها، كونغو وزيمبابوي، ام اسهل؟ خالص. مباراه مش سهله بمعنى نكسب بسهوله، لا لا، مباراه كره قدم. اما ان يكون لدينا فريق ناضج حقيقي ها يواجه فريق، هي بلد كوره اوغندا، ومع دي صابر ده مقدم نموذج، لكنه النموذج اللي جاب اخره. لكن انت عندك ما تقوله يوم يعني، حد بيجتهد يوم فياخد علامة متميزة، وحد طول الوقت هو بياخد 10 من 10. فالمؤكد ان ابو 10 من 10 ده ما ينفعش الولد اللي حافظ بالليل ينتصر عليه او يطلع الاول عليه يعني في الامتحان. انما تقدر تقول الولد ده شد حيله. لو حسبوها كده هتبقى المباراة الاسهل بالنسبة لهم، لانه هيبقى بيقول للناس احنا بس اول ماتش كنا مخطوفين خطفة الافتتاح زي كل العالم. يعني حضرتك بتقول المتوقع في ارتفاع مستوانا ان شاء الله في المباراتين القادمتين يوصلنا للتوب فورم بتاعتنا او لمستوى يرجح كفتنا فنيا اللي هو طبيعي، اللي هو الطبيعي، لكن هم بيزاحوا عشان يجيبوا مستوى يقرب مننا، اوغندا او غيرها في الشريحه دي. لكن كلاس ايه، كلنا شبه بعض، السنغال، مصر، المغرب. ده كان سؤالي التالي يا استاذ نيجيريا. من مع منتخب مصر هم اللي بتصنفهم كلاس ايه في البطوله دي، واللي عندهم فرص متساويه مع فارق طبعا عامل الارض والجمهور؟ هو رؤوس المجموعات طبعا، هي القوات يعني الكرويه العظمى، انا بحب اسميها كده يعني، باعتبار ان الكره معركه كرويه، فبالتالي بنقول قوات كرويه عظمى يعني، وبتسمي بقى كاس العالم الحرب العالميه، والبطولات القاريه هي حرب اقليميه يعني. وبالتالي لديك قوات كرويه عظمى ما تقدرش تستبعدها من انها كلاس ايه، هي مصنفه بنتائجها اصلا. حط جنبهم بقى البلاد المجتهده، حط كونغو وبنجوره اللي هي كانت زئير اولا، حط انجولا، حط القادم الجديد، ويبقى افتكر الكلام ده، موريتانيا ومدغشقر. موريتانيا لديها 14 محترف يا سيدي الفاضل، وهي بلاد يعني حديثه العهد بكره القدم، وما اسعدنا انها دوله عربيه ومدغشقر يعني، وبالتالي اعضاء الجامعه العربيه. لا مدغشقر لا، اعتقد جزر القمر. جزر القمر. حضرتك بتقول مدغشقر لا ايه؟ لا الجامعة العربية لا طبعا لا مش مدغشقر. جزر القمر. ده كلامك صح. انا بتكلم فنيا هنا عن مدغشقر، ان حضرتك بتقول من القادمين موريتانيا ومدغشقر. طب حضرتك شرحته مش في طبعا إيه؟ يعني هيقدموا كوره، كان هيقدموا كوره لديها محترفين. انا بتكلم عن البلاد زياده عدد المحترفين بالظبط، اللي بقى عندها محترفين تطاول يعني فكره الخروج من وطن يعني، كانت احلامه في كره القدم احلام ضيقه يعني. ومن ثم خلاص هي مقلبه نفسها ما لم تظهر الجياد السوداء مبكرا. طب لو يعني حضرتك قلت لي 5 اسماء في الجوله الاولى او في المجموعات، طيب ما لم تظهر او تحدث مفاجآت، وهي طبعًا امر وارد في العالم كله، في عالم كره القدم، لن يخرج نهائي كاس الامم ان شاء الله عن 5 اسماء: مصر، الجزائر، المغرب، السنغال، نيجيريا، كاميرون، تونس. وتونس. يعني حضرتك بتقول هم نفس الاسماء اللي احنا شايفين ان هم كفتهم ارجح من ما لم. ممكن بعد المجموعات في الادوار الاقصائيه يظهر بقى جواد اسود، حصان اسود يعني للبطوله. لانه خصوصا المواجهات دي بيحصل فيها اقصاء للفرق الكبيره مع شكرا خلاص ما بتلمش نفسك، اللي هي الناس بتقول عليها نهائي مبكر يعني. احيانا ممكن في سيمي فاينل او في دور 8 تقول ده احلى مباراه في البطوله. ما انا بقول لحضرتك الناس بتبقى عايزه مباراه زي مصر والسنغال، مصر والمغرب، الناس تشوفها نهائي تلاقيها بقت مبكره بسبب انك طلعت تاني مش عارف فواجهت مين، والتاني طلع اول فواجه مين، او المغرب والسنغال. المواجهات دي كلها تعتبر من المباريات الاقوى. خلاص بيبقى اللقطه الاخيره ناس بتسلم على بعضيها، والناس بتعمل كده وشكرا، والكره كلنا لان كل العناصر
دي كان عندهم طموح الوصول للنهائي وكانوا على مستوى الوصول للنهائي. بالظبط. بشكرك على وجودك معانا، بتسعدنا دايما بمشاركتك معانا على شاشه قناه الاهلي. الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع استاذ عصام شلتوت، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا مشاهدينا، بشكر استاذ عصام شلتوت وشكرا لحضراتكم على المتابعه لهذا الحوار، ولكن ابقوا معنا فقراتنا مستمره بعد الفاصل. عندنا حوار اخر مع لاعب النادي الاهلي سابقا الكابتن حسين شكري، ومنه ايضا الى فاصل اخر، وفقرتنا الاخيره النهارده زي ما قلنا لحضراتكم هتكون مع الزميل العزيز خالد العوضي. فاصل ونعود.